نكمل سفر زكريا اصحاح 2. احنا في الاول خدنا بالنا ان زكريا بيوعد على لسان ربنا يعني المسيح الفادي جاي يخلص الناس ومعاه الملائكة اللي بيحرسوا العالم، وان كان في ممالك للشر بتحارب اورشليم اللي هي الكنيسة، الا ان ربنا حاطط صناع يحاربوا ويردوا الحرب وينتصر. يبقى كأنه تكلم عن أول رؤية عن المسيح الفادي اللي هيبني البيت، وتاني رؤية عن الإنجيل اللي يهد مملكة الشر. احنا قلنا الصناع الأربعة إشارة للإنجيل. يبقى كلمنا عن الفادي اللي هيبني الهيكل أو هيبني كنيسة العهد الجديد، وكلمنا عن إنجيل العهد الجديد اللي هيصد الشر. هيكلمنا عن رؤية ثالثة عن الكنيسة، كنيسة العهد الجديد. فرفعت عيني ونظرت، وإذا رجل وبيده حبل قياس، فقلت إلى أين أنت ذاهب؟ فقال لي لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها. وإذا بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك آخر للقائه، فقال له اجري وكلم هذا الغلام قائلا كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها، وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. رفعت عيني ونظرت. الرؤى أغلبها بتيجي من فوق، فكل ما الواحد يرفع عينيه كل ما يشوف. ساعات الواحد يمشي في الدنيا شهور وسنين وما ياخدش باله ان فوق دماغه سما، ما يرفعش عينيه ابدا، ولو رفع عينيه يشوف برج عالي لكن ما بيبصش على السما. لكن التأمل يعني رفع العين كده للمطلق للبعيد يخلي الواحد يشوف حاجات حلوة او يكتشف اكتشافات كتير. احنا عينينا مسحوبة في الدنيا زيادة. لكن رفعت عيني ونظرت دي لوحدها اصلها موضوع، ازاي الواحد يرفع عينيه كتير وكل ما يرفع عينيه كل ما هيشوف، لكن كل ما ينزل عينيه كل ما هيتعمي. واذا رجل وبيده حبل قياس، اللي يقرا سفر الرؤيا 11 يلاقي تقريبا نفس المنظر، شاف ملاك بيقيس اورشليم السماوي. واللي حضر منكم سفر الرؤيا كنا اتفقنا ان المقاييس دي مقاييس روحية مش مقاييس يعني حرفية. لا، فقال له لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها. معنى كده ان احنا بنتقاس، احنا ككنيسة بنتقاس ايه الطول وايه العرض. ده اللي قاله مثلا بولس في أفسس لما يقول لأستطيع ان اعرف مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو، واعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة. في قياسات روحية ربنا بيقيسنا واحنا مش دريانين، بيقيس مثلا صلواتك، بيقيس محبتك للناس، بيقيس صبرك على التجارب، بيقيس توبتك، بيقيس كرهك للخطية، بيقيس محبتك للخير وتعبك مع الغلابة. كل ده بيتقاس عند ربنا. ايه طولك وايه عرضك بيتقاس. هل الواحد مذهول بالحتة دي ولا لا؟ احنا ممكن نتفوق في الدراسة، ونتفوق في الفلوس، ونتفوق في الذهب، ونتفوق في حاجات كتيرة بنقيسها بعنينا بمقاييس بشرية. لكن هل الواحد عامل حساب ان هو كمان بيتقاس روحيا، بيتوزن روحيا زي الجدع اللي كان ملك بطال في بابل، ملك وثني، وفي ليلة تجاسر واحتقر آنية ربنا وراح ايه جاب الاواني دي وشرب فيها خمرة، فطلعت له ايد ربنا كده وكتبت على الحيطة وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. خلصت كده، اتوزنت يا سيدي وطبيت، يعني ما توزنت، ما طلعتش ليك وزن عند ربنا، ومات في ليلتها على طول. اتوزن، اتقاس، طلعت حياته ما فيهاش حاجة عدلة.
فانتهت حياته نهاية سيئة. طب احنا بنتوزن او بنتقاس، الواحد يفكر يا رب لما بتقسني هتلاقي فيا ايه؟ هتلاقي طول محبة، هتلاقي عرض صلاة، هتلاقي ايه فيا؟ لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها. وإذا بالملاك الذي كلمني خرج، وخرج ملاك آخر للقائه. يعني بعض الآباء فسروها أنه ملاك للعهد القديم وملاك للعهد الجديد. الجديد بقى معه خبر أحلى. ليه؟ لأن حكاية المقاييس دي بتخوفنا. إحنا مهما عملنا إحنا في الموازين إلى فوق، يعني إحنا كلنا مهما عملنا عبيد بطلون. طب إيه الحل؟ فقال له اجري وكلم هذا الغلام على زكريا قائلا: كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهايم فيها. ايه الأعراء دي؟ الأعراء البلاد او الضواحي اللي ملهاش حدود. كالأعراء يعني حتة ملهاش حدود. قال له صحيح احنا بنقيس، بس انا عاوز اطمنك ان أورشليم الجديدة ملهاش حدود من كثرة الناس والبهائم. يعني اطمن، رحمة ربنا واسعة قوي، هتلم كتير قوي. يبقى في فكرتين: فكرة المقاييس تخلينا نجتهد ونجاهد عشان ندخل السماء من غير ما نفقد رجائنا ان أورشليم دي ايه؟ كالأعراء. يعني ايه؟ يعني واسعة قوي. ما تقلقش، ساعات واحد يقول ربنا هيجمع كل القديسين اللي من قبل الميلاد وبعد الميلاد، حطهم فين دول؟ دول ملايين، او يمكن ملايين الملايين، يمكن ما نعرفش قد ايه، كتير قوي، الاف وملايين من الشهداء والقديسين عبر العصور، كل دول هيتجمعوا في السماء. طب وماله انت الان ليه؟ كالاعراء تسكن اورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها. البهائم طبعا بالنسبة لهم رمز للخير، يعني ان البلاد هتبقى عمرانة، اورشليم الخربانة دي هتبقى اعراء، يعني كلها رخاء وما لهاش حدود. بالنسبة لنا احنا اشارة رمزية الى حاجة مهمة، ان احنا هنورث السماء او الملكوت باجساد ممجدة. البهائم عادة في العهد القديم رمز للجسد، في العهد الجديد واخدين بالكم الناس رمز للنفوس والبهائم رمز للاجساد. فاحنا لما هنورث السماء احنا هنورثها باجساد ممجدة، يعني احنا اللي بيسيب فينا الدنيا بتخرج روحه منه، لكن الروح دي مستنية تعمل ايه؟ يوم القيامة تلبس جسد ممجد وتورث مع المسيح ملكوت السماوات. وانا يقول الرب اكون لها سور نار من حولها. بما انها واسعة جدا محدش هيقدر يصورها، دي هنعمل لها سور ازاي اذا كانت بلاد مش شايفين اخرها، ملهاش اخر. فربنا يقول ايه؟ مش هتحتاجوا سور من النوع البلدي بتاع زمان، طوب واسمنت، لا خلاص، انا اكون لها سور نار من حولها. برضو دي اشارة لكنيسة العهد الجديد وطبعا للابدية. كنيسة العهد الجديد لا يحميها اسوار بابل ولا اسوار اريحة ولا اسوار اورشليم القديمة، لا لا، احنا السور بتاعنا دلوقتي ربنا نفسه. انا اكون لها سور، ربنا هو اللي مصورنا. احساس جميل واحساس بالامان ان ربنا يبقى محاصرنا ومصورنا كده، زي ما ايه؟ اب حاطط دراعاته كده محوط ابنه وهو بيلعب. وهذا السور سور نار، يعني مش حاجة بسيطة، محدش يقدر يغلب الكنيسة ومحدش يقدر ابدا يدخلها من غير اذن ربنا. كلام مريح ومعزي. ومش بس يكون لها سور نار من حولها، وأكون مجدا في وسطها. يبقى ربنا في نص الكنيسة عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه الصالح، هو فرحة الكنيسة ورأس مال الكنيسة وعريس الكنيسة في النص، وهو كمان إيه؟ الصور اللي محاوط الكنيسة، هو الكل في الكل، هو في النص وهو من حوالينا. وده إحساس كل واحد النهاردة أن ربنا ساكن فيه جواه بروح القدوس ومحاوطه ومحاصره وما يخليهوش ايه حد يقرب منه بالسهل ابدا. يبقى الرؤية الثالثة كانت عن كنيسة العهد الجديد وعزها، ان ربنا بنفسه سور نار وربنا بنفسه يبقى في الوسط. طبعا الكلام ده كلام عهد جديد.
يا اهربوا من أرض الشمال يقول الرب. إيه يا دي بقى؟ لما يكون الواحد بينادي على واحد يقول له يا فلان، يعني بينادي بصوت عالي. والتكرار هنا لأن الرسالة مش لشخص واحد، لكل اللي في أرض الشمال. مين اللي في أرض الشمال؟ الجماعة اللي ما رجعوش من السبي، اللي لسه قاعدين في بابل مستحلين القعدة ومش عاوزين يرجعوا أورشليم، استحلوا بلاد السبي والوثنية ومش عاوزين يرجعوا أورشليم. فربنا بيقول يا جماعة يا اهربوا من بلاد الشمال، من أرض الشمال يقول الرب. ساعات ربنا لما يخاطب إنسان ويعاتبه كده يناديه كذا مرة. اديكوا كذا مثل. مثلا شاول الطرسوسي يقول له ايه؟ شاول شاول لماذا تضطهدني؟ لما يكون سمعان مثلا بطرس يقول له سمعان سمعان هو ذا الشيطان قد طلب ان يغربلكم كالحنط. مارثا مثلا لما دخلت تطبخ وانشغلت قال لها مارثا مارثا انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة. تكرار الدعوة يعني في عتاب، يعني خلي بالك حاسب كلام مهم. فيا يعني يا ناس يا في اخر الدنيا، يا اللي مش عارفين ترجعوا ومش عاوزين ترجعوا، اهربوا اهربوا من ارض الشمال. البعض قال يا واحدة للامم ويا لليهود، يعني دعوة للوثنيين ودعوة لليهود غير التائبين، المهم يرجعوا. اهربوا دي مهم ليه؟ أرض الشمال اللي هي بلاد الوثنية بابل دي لازم نهرب منها. اهربوا من أرض الشمال إشارة إنها دعوة مستمرة إن الواحد يهرب من بلاد الخطية ومن أماكن الشر. ما ينفعش تبقى تبع ربنا وإنت ما بتهربش، لازم تتعلم تهرب. الهرب جدعانة في الحياة الروحية. المسيح له المجد هرب لما كان طفل، يجي ايه هيرودس جنبه يعني، لكن المسيح اختار انه يهرب من وجه الشر عشان يعلمنا المبدا. اوعى تقف كده تقول انا جدع، يوسف لقى الست الشريره هتغرقه في الخطيه، ساب هدومه وهرب. يا ابني هتتسجن، مش مهم، مهم اهرب، ده نهرب من جهنم. فيا اهربوا في الزمن ده، محتاجين الكلمه دي، اهربوا. هتلاقي قاعده كلها نميمه، اهرب. هتلاقي شخص هيضيع سلامك، اهرب. هتلاقي شهوة هتشغل بالك، اهرب. هتلاقي قرش داخلك من سكة مش مظبوطة، اهرب. اهربوا من أرض الشمال يقول الرب، فإني قد فرقتكم كرياح السماء الأربع يقول الرب. يعني أنا سمحت إن أنتوا تتفرقوا في الدنيا، أنا سمحت إن أنتوا تزبوا وتتذلوا بسبب خطاياكم، لكن بقول لكم بقى يلا هربوا وروني علامة التوبة. تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل. شوفوا المعنى ده، هي صهيون دي في أورشليم، لكن بيقول لها يا صهيون الساكنة في بنت بابل تنجي. تنجي يعني ايه؟ يعني اهربي لحياتك، انجي بنفسك، اطلعي من بيت بابل دول ومن مملكة بابل، تنجي يا صهيون الساكنة في بيت بابل. الكنيسة اللي عايشة في العالم ربنا يقول لها ايه؟ تنجي يا كنيسة من وسط الدنيا. فلان عايش وسط الخطية، نجي نفسك، ما توسخش هدومك، ما تعملش زي اللي حواليك، انقذ نفسك كده، اطلع من وسطهم على قد ما تقدر. لانه هكذا قال رب الجنود. شوفوا الآية العجيبة دي، بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه. إيه الكلام الغريب ده؟ ده احنا يعني كأن المسيح اللي بيقول في العهد الجديد لما قال بصوا على العصافير وأنتم بالحري أفضل من عصافير كثيرة، وشعرة من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذني. نفس الروح في العهد القديم برضه، في ناس اصلها بتتهكم على العهد القديم في الزمن ده، ان ربنا في العهد القديم شديد وقاسي وصارم وحروب. لا، ما قروهوش كويس، لو قروه كويس هيلاقوا كل حاجه، هيلاقوا ربنا طيب قوي وحنين قوي وكلامه هو الحلم
وفي حتة بيكره الشر فبيبقى شديد قوي على الخطيه. بعد المجد يعني ايه؟ يعني المسيح له المجد، ترك مجده بعد ما كان ممجدا بمجد ابيه الصالح، ترك مجده اخلى ذاته اخذا صورة عبد. عشان كده وهو في الجسد صلى صلوة في يوحنا 17 مهم قوي، قال له مجدني ايها الاب ها بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. يعني انا ليا مجد عندك من قبل ما تجسد وتبهدل البهدلة اللي انا فيها دي، انا وانت واحد والمجد واحد. فشوف التعبير، بعد مجده ارسلني الاب، ارسل الابن الى الامم تاركا مجده، فهمتوا؟ بعد المجد ارسلني الى الامم للذين سلبوكم. يبقى المسيح جاي لما لقى ان ولاده اتسرقوا منه، ان البشرية الشيطان زللها ومستعبدها، فقال اجيب نفسي، مش هينفع معاه الذوق. والمسيح جالنا تاركا مجده اخلى ذاته عشان الامم اللي سلبونا، اللي هي رمز للشر. الحركة دي مصدرها ايه؟ الحركة دي مصدرها كلمة واحدة بس، هكذا أحب الله العالم، فمن يمسسكم يمس حدقة عينه. يعني عاوز أقول لهم إيه؟ أصل أنتوا مش عارفين غلاوتكم عند الآب، ده أنتوا طلعتوا غاليين قوي، اللي يمسكوا يمسوا حدقة عينه، فبعتني بنفسي أسيب مجدي عشان الأمم اللي سلبوكم. فهمتوا الآية دي؟ لأنها آية دقيقة جدا عن العهد الجديد، أن المسيح يترك مجده ويأتي للعالم ليخلصنا من يد الأمم. الأمم رمز للشر والشر، وكل ده نتيجة إيه؟ أن من يمسكم يمس حدقة عينه. يعني أنتوا غاليين قوي في عينين ربنا، فعشان كده يرسل ابنه الوحيد ليخلصنا. يبقى المسيح عمال يقول اهربوا وتنجوا وابعدوا عن الشر. لازم تعرفوا غلاوتكم عند ربنا، من يمسكم يمس حدقة عينه. طبعا دي بقى متروكة لتأملاتكم. تصور بقى ان اللي يمسك يمس حدقة عين ربنا، ده مين يستجره يمسك يمس حدقة عين ربنا؟ ده الدنيا كلها يعني ما تجيش كورة في ايد ربنا. يقول إشعياء كده 40، يقول من كال المياه بكف، يعني يمسك المحيط الهادي كده يلعب بيه كده في كف كده، المحيط اللي احنا مش عارفين اوله من اخره، والجالس على كرة الارض يمسك الكرة كده، الدنيا كلها حاجات صغيرة قوي، يقوم انت اللي يمسك يمس حدقة عينه نفسه. ده انت طلعت اهم من الدنيا كلها، طلع الواحد فينا اهم من الدنيا كلها، لان حدقة العين اهم من اي حاجة يمكن عند البني ادم. لأني هأنذا أحرك يدي عليهم. أنا إيه؟ هحرك إيدي. هحرك إيدي يعني إيه؟ مين شاطر بقى يفهم؟ هيعمل إيه بقى بدل جه عشان ينقذنا؟ فهيحرك إيده، هيتصلب طبعا، هيحرك إيده خلاص الشيطان يقع. أول ما المسيح يعمل كده الشيطان يقع هو مملكته. أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم. تتقلب بقى الحكاية، بعد ما كانوا الشياطين ذلين ولاد ربنا ومستعبدينهم، ولاد ربنا يبقى لهم سلطان على الشياطين ويحطوهم تحت رجليهم. ليه؟ بس بعلامة ايه؟ بحركة الايد. فهمتوا؟ هو يحرك ايده عليهم، يديهم العلامة، يديهم القوة، فتنعكس الاوضاع، يتحول الشياطين الى مذبيين. مش احنا اللي مذبيين بقى، يبقوا الشياطين هم اللي تحت الرجلين. فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. عشان تعرفوا أن الحكاية مش بسيطة، الآب أرسل ابنه لينقذ البشرية من السبي، سبي الخطية، لأن من يمسنا يمس حدقة عينه. أول ما قال بقى الكلمة دي والخبر الرائع ده، تاخدوا بالكم تقريبا ما فيش إصحاح هيعدي علينا ما فيهوش إشارة للتجسد لمجيء المسيح تقريبا. ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، ما فيش بعد كده فرحة بقى، هيطي بقى بأعلى حس، ربنا بنفسه جاي يسكن فيك. ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني هأنذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب. كلام واضح قوي،
مين يقول ده قبل 500 سنة قبل المسيح؟ بيوعدنا يقول افرحوا جدا أنا جاي أقعد وسطيكم، ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب. فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم. شوفوا الإشارة، لما المسيح يجي مش هيبقى الأورشليم بس، هيحصل إيه؟ الدنيا كلها هتجري وراء، والدنيا كلها هتجيله، ويجمع العالم كله في حضنه. فيتصل أمم كثيرة بالرب. في الوقت ده كان اليهود متعصبين جدا وبيكرهوا الأمم، ما فيش بينهم وبين الأمم عمار ولا ود، لكن زكريا يقول لهم لما المسيح هيجي هيلم الدنيا كلها، تبقى الدنيا كلها بتاعته. في ذلك اليوم، اليوم الايه؟ يوم العهد الجديد، يوم مجيء المسيح. ويكونون لي شعبا، ده على مين؟ على الأمم وأورشليم وكل الدنيا. يبقى شعب ربنا في العهد الجديد ما عادش اليهود، إنما الأمم شعب ربنا. إزاي؟ إلى خاصته جاء، خاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه أيا كانوا أعطاهم سلطان يصيروا أولاد الله الذين يؤمنون باسم. فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. لما تشوفوا العالم كله بقى يمشي على المسيح، ما بقاش بتاع اليهود بس، تعرفوا أن المسيح ده ربنا. والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة، ويختار أورشليم بعد. وبعد ما الأمم كلها ترجع وتتوب برضه هيبقى له إيه؟ يبقى له بقية في أورشليم. يعني اليهود مش هيروحوا خالص، لازم يلمهم في الآخر. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب. إيه جميلة أيوه. اسكتوا. يعني إيه اسكتوا؟ يعني عارف لما تكون بتتفرج على مثلا أوبرا جميلة قوي ولا حاجة، يعني حاجة يعني تسمع واحد بيهمس جنبك تسكته، اسكت خلينا اتفرج، يعني تعالوا نتفرج على ربنا بيعمله، محدش يهمس، محدش يتكلم، محدش يعمل هوسة، خلينا نركز. اسكتوا قدام الرب، اتفرجوا ربنا بيعمل ايه، انه يجي بنفسه ويخلص البشرية ويغير الموازين. اسكتوا عشان نتفرج. برضو ليها معنى تاني، انه انت لما بدل بقيت قليل الحيلة واقف قدام الشيطان مهزوم وغلبان ومفيش حاجة في ايدك، اقعد ساكت وتفرج. عارفين لما موسى اتزنق قدام البحر ووراه جيش فرعون، وطلعوا اليهود كلهم يتخانقوا معاه، انت طلعتنا ندفن عند البحر، يعني كنت مستكتر ندفن في مصر، ايه البهدلة اللي انت عملتها فينا دي؟ فقال لهم قفوا وانظروا، خلاص وقفوا اتفرجوا، اسكتوا اسكتوا واتفرجوا، خلاص انا مفيش في ايدي حاجة ولا في ايديكوا حاجة، لا نعرف نحارب فرعون ولا هنعرف ندخل البحر، خلاص يبقى الدور على ربنا، خلينا نسكت بقى ونتفرج هيعمل ايه، ما عادش في ايدينا حاجة. هو نفس الموقف، اسكتوا اسكتوا، يعني قف وتأمل نعمة ربنا وعظمة الفداء اللي عمله ربنا. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب، يعني كأننا وإحنا قدام الصليب يليق أن نسكت. نصمت ليه؟ هتقول إيه؟ هتتحجج عن خطاياك بإيه؟ هتطلب إيه تاني؟ أسكت أحسن، بدل ما تتحجج وتقول أصل أنا لا خلاص بقى، أسكت أحسن. وهتطلب، هتطلب إيه أكتر من اللي أنت خدته؟ ده المسيح جيب نفسه عشان يفدي ويفتح السماء. طب أسكت، مفيش طلب تاني هتطلبه، ملوش أي قيمة أي كلام. فالسكوت احيانا يكون روحانية، الصمت، يعني ممكن واحد فيكم واحنا بنرتب يفضل ساكت، مش لانه سرحان، لانه بيفكر في ربنا وماله. واحد في القداس يبقى ساكت وعايش جواه تأملات وفرحان بربنا. فالسكوت او الصمت مجال للتأمل، واحيانا يكون للتسبيح الداخلي. عشان كده واحد من القديسين قال شعار جميل قوي، قال سكت لسانك ليتكلم قلبك، ثم سكت قلبك ليتكلم الله. دي في السماء بقى. يعني ايه؟ يعني كفاية هوسة. الواحد في الاول يبتدي بكلامه مفتاح، وبعد شوية ايه؟ يسكت بقى والقلب هو اللي يدق ويتكلم، سموه الدهش كده. يبقى تأمل وفرح بربنا، لكن الكلام ما ليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. هنقول لك يا رب على اللي بتعمله معانا، مفيش حاجة تتقال،
أكثر جدا مما نظن أو نفتكر أو نطلب. فما فيش حاجة تتقال، القلب بقى اللي يقعد يتكلم وخلاص. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه. يعني كأنه نايم وصحي بقى، صحلنا يعني. يعني كان نايم بمعنى ايه؟ كان ساكت على الشر 70 سنة في ذل، في سبي، في خطايا، في عار لشعبه، لكن فضل هو ساكت وبعدين استيقظ. دايما كلمة استيقظ لما تتقال على ربنا ياخدوها الاباء ويقولوا ايه؟ مين شاطر بقى؟ القيامة على طول، القيامة على طول، بدل نام وصحي. يبقى فيش غير قيامة المسيح. المسيح له المجد، نام وصحي، لأن هو اللي علمنا إن حكاية الموت دي كان بيسميها إيه؟ يسميها نوم. فاستيقظ، استيقظ الرب، دي كلمة تعود أيضا دايما على قيامة المسيح. فاسكتوا لأن المسيح قام من الموت، وبدل قام من الموت اتقلبت الموازين واختلفت، وبقوا الشياطين هم اللي تحت وإحنا اللي بقينا فوق. خلاص إحنا اللي غلبنا كده لأن المسيح قام من الموت. وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب. في الوقت ده كان الوالي اسمه زروبابل ورئيس الكهنة اسمه يهوشع. يهوشع زي يشوع يعني، الله مخلص. ودول المسؤولين عن الشعب اللي رجع أورشليم. فبعد ما شاف الرؤية بتاعت أورشليم الجديدة، سور نار من حواليها وربنا بنفسه ساكن وسطيها، وبيقول لهم اسكتوا واتفرجوا على اللي انا بعمله معاكم، انا جاي اسكن وسطيكم بنفسي. دي الرؤية الثالثة بتاعت الكنيسة. جاب له رؤية رابعة عن الكاهن او الكهنوت. يبقى اول رؤية عن المسيح الفادي الفرس الاحمر فاكرنا، وتاني رؤية عن الانجيل اللي يهد ممالك الشر، وتالت رؤية عن كنيسة العهد الجديد ومجدها، ودي رابع رؤية عن ايه؟ عن كاهن العهد الجديد او الكهنوت المقدس. وراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. يعني يهوشع ده كاهن، لكن الشيطان واقف عن يمينه عشان يغرقه في الخطيه. فقال الرب للشيطان، المسيح له المجد، قال للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان. واحد يقول الله، قال الرب لينتهرك الرب، هذه ما تتفهمش غير في العهد الجديد. ليه؟ الابن والاب تتفهم على طول، واخدين بالكم؟ عارفين زي ايه بالظبط؟ لما يسوع جه يتجرب، لما الشيطان جه يجرب المسيح قال له ايه؟ لا تجرب الرب الهك. فاهمين ازاي؟ المسيح قال ايه؟ قال الرب لربي، وقعد يحكي لليهود فهمتوا الرب الاولانيه والرب الثانيه ولا ما فهمتوهاش؟ الاب والابن. فهنا المسيح له المجد، الاسرار دي ما تتفهمش غير بروح العهد الجديد. المسيح شاف الكاهن بتاعه واقف والشيطان عن يمينه بيهدده وبيعطله في خدمته وبيلخبط كيانه، فقام المسيح يسنده هنا. شوفوا بقى، كهنوت العهد الجديد مسنود بالنعمه، مسنود بالمسيح. احنا في عز عن كهنة العهد القديم. كهنة العهد القديم عيني تلاقيهم ايه؟ زي الجزارين كده، طول النهار يذبحوا ذبايح، وشغلنا الواحد لو كان دخلها كان خاب خالص وضاع. لكن نعمة ربنا النهاردة المسيح سندنا بقى، يقف جنبنا ويلاقي الشيطان على اليمين يقولوا ايه؟ لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار اورشليم. قال له انت جاي تتستر على مين؟ الرب قد اختار اورشليم. يعني راحت عليك خلاص يا شيطان، كنت تتستر على الجماعة بتوع زمان، دلوقتي ربنا سكن في أورشليم وأصبح العهد الجديد عهده هو، وجه عمله بدمه هو، والكاهن ده بتاعه هو، فاجري غور من وشنا. لينتهرك الرب يا شيطان. أفليس هذا مش شعلة منتشلة من النار؟ يعني إيه الكلمة دي؟ يهوشع ده كان غلبان على قده، لأنه طبعا رجع من السبي مع الناس، ويعني فقير يمكن روحيا وجسديا كمان، لكن ربنا يبص له يقول له إيه؟ ده شعلة منتشلة من النار. بمعنى ممكن تتفهم إن يهوشع شعلة يعني إيه؟ كاهن العهد الجديد
ممتلئ بالروح. شوف الروح لما حل يوم الخمسين كان على شكل ايه؟ ألسنة نارية. فأصبح كل رسول من دول شعلة منتشلة من النار، وأصبحت روح العهد الجديد هو النار الجديدة. إلهنا نار آكلة تأكل العالم وتوصل الرسالة بسرعة للدنيا كلها. فأصبح الكاهن شعلة منتشرة من النار الإلهية، يعني ده من ريح ربنا، ده شايل روح ربنا، ده شعلة من نار ربنا. أنت جاي تتشطر عليه وأنا هسكت لك؟ ربنا يعني هيسكت لك؟ الكاهن دلوقتي حتة من المسيح، شعلة منتشرة من النار، فأنت هتعمل معاه إيه ده؟ ممكن تتفهم بطريقة تانية في رسالة يهوذا في العهد الجديد، يقول إيه؟ مخلصين البعض بالخوف، مختطفين من النار. يعني إيه؟ يعني في ناس تبقى خلاص داخلة على جهنم وأنت إيه تجيبها من على الباب كده وتخطفها خطف. فين بتوع المطافي؟ أو إحنا شغلتنا زي بتوع المطافي، تلاقي واحد خلاص هيهلك وانت تجري كده ايه تاخده تجري بيه تخطفه من النار. شغلتنا كخدام كده المفروض، انتوا او احنا. فيبقى اللي انت خدته ده شعلة منتشلة من النار، يعني انتشلته من نار جهنم. فيهوشع الغلبان الكاهن، لانه هيجي بعد كده سيرته، انه كان ايه مملان خطايا، مليان خطايا، انسان ضعيف زيه زي اي واحد فينا، لكن ايه ربنا انتشله من جهنم. وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة، هذه الإشارة بتاعت إيه؟ إنه كاهن تعبان وإنه غلبان وإنه مليان خطايا زيه زي كل الشعب، لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك. فالشيطان طبعا له فيه، يعني يقول لك طب اللبس اللي عليه ده بتاعي، القذارة دي تبعي أنا، بتاعت الشيطان. فأجاب وكلم الواقفين قدامه. أم المسيح أمر بقى، أمر الملائكة بإيه؟ انزعوا عنه الثياب القذرة، وقال له انظر قد اذهبت عنك اسمك. اللعول لبس بتاعه ده، طبعا دي فاهمينها انتوا بقى في العهد الجديد، اللعول القديم اللي مش نظيف ده، ها خلوه يبقى انسان جديد، خلوه يبقى بني ادم نظيف. يقول للملائكة اللعول القديم لبسوه الجديد، ياخد عز العهد الجديد، بلاش المنظر القديم ده. والتأكيد قد أذهبت عنك اسمك، يعني أنا شلت الخطايا بتاعتك، وألبسك ثيابا مزخرفة، يعني أنا هلبسك ثياب جميلة وملونة كمان، تتلون بالفضائل بقى وبالحاجات الحلوة. عشان كده تلاحظوا أن احنا لما نيجي نقدس لازم نلبس فوق اللبس ده لبس أبيض، لبس الخدمة، ويبقى مزخرف. إشارة للفكرة دي، أن الملائكة بيلبسونا عشان نقف قدام ربنا، عشان صرنا خدام عهد جديد. واخدين بالكم؟ فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة، ده سر العمامة برضه. يعني ايه؟ العمامة الطاهرة إشارة للملك وإشارة للعز، لأنه كانوا يمشوا من غير عمامة يعني ما لهمش كرامة. لكن في كهنوت العهد الجديد الممتد من المسيح ونعمة العهد الجديد فيها الملك، كهنوت ملوكي سموه. فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا وملاك الرب واقف. عندنا طقس جميل يمكن قلت لكم عليه، طقس قبطي فريد، انه الكاهن لما يدخل يقدس وهو بيلبس يقول مزامير خاصة، يقول من ضمن ما يقول وعظمك يا رب لأنك احتضنتني، ويحط الدنيا على دماغه. ليه؟ كأن الأبيض اللي بيلبسه ده هو المسيح، فدخل أسود طلع للناس أبيض، أسود يطلع أبيض، دخل فلان الفلاني اللي مليان خطايا لكن في وش الشعب هو بيقدس، ده مين؟ ده المسيح نفسه لابس الثياب المزخرف والعمامة الطاهرة. فمين المعنى؟ فيتزين بالمسيح، فيقول له أعظمك لأنك احتضنتني ولم تشمد بي أعدائي. فهمنا؟ الشياطين اللي واقفين يقولوا له ده يا رب هيقدس، ده منظر واحد يقف قصادك، فقول لهم مالكوش دعوه، انا هلبسه وههيئه وهظبطه بمزاجي. فاهمين المعنى؟ يعني الشياطين يشمتوا فينا ويقولوا لا يا رب ما ينفعوش دول يقدسوا ولا يخدموا خالص، يقول لهم لا ينفعوا بالنعمه بالعهد الجديد.
فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا: هكذا قال رب الجنود، إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري، وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. قال له: بص، أنا نظفتك أهو وقلعتك الثياب القذرة ولبستك ثياب عز ومزخرفة والعمامة الطاهرة وهيأتك وبقيت تمام، والشيطان اللي جاي حربك أنا انطهرت، بس ليه عندك طلب؟ تسمع كلام، تمشي في النور. أشهد ملاك الرب على يهوشع، إن سلكت في طرقي وحفظت شعاري أنت أيضا تدين بيتي. عارفين لما المسيح له المجد قال لتلاميذه: تجلسون على كراسي إسرائيل وتدينون أصباط إسرائيل الاثنى عشر. بقى بطرس الصياد الغلبان يوقفوا قدامه مثلا شمعون جده الكبير قوي ابن يعقوب عشان يحكم، هيدين الأصباط. الأصباط دول البطاركة بتوع اليهود، ولاد يعقوب، مين اللي هيحاسبهم؟ خدام العهد الجديد، كهنة العهد الجديد. ليه؟ لأن دول هيبقوا بطاركة العهد الجديد. فبيقول له: أنت هدين بيتي. يعني الإنسان التقي يشترك مع الله في الدينونة. طب وإحنا يعني عاوزين ندين الناس وندخلهم جهنم؟ لا، زي ما أنتوا سمعتوها قبل كده، لما ربنا يحكم على الجيل من الأبرار اللي في الجيل، لما يطلع واحد قدام ربنا يتحجج يقول له: رب بص، أنا عشت في القرن 21 ما كانش فيه بني آدم ما بيكذبش، فيبص كده: ها، هتقولي حد ما بيكذبش من القرن 21؟ فيجي واحد واثنين وعشرة ومية، فيبص في الأرض. ليه؟ طلع كذاب فيها برضه؟ لا، في ناس قديسين عايشين وسطينا. فيعملوا ايه القديسين دول؟ يدينوا الجيل، فاهمين؟ ليه؟ لان هم عرفوا يعيشوا صح وسط جيل معوج وملتوي، فيبقى مالكش حج. زي ما العيال كلها في الفصل تقول الامتحان صعب، فيطلع واحد واخد 10 من 10، يبقى اللي بيقولوا الامتحان صعب دول ايه؟ خيبني، فاهمين؟ الامتحان مش صعب، في ناس جابت 10 من 10. فبيقول له: انت ايضا تدين بيتي وتحافظ ايضا على دياري، وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. يعني إيه؟ شوفوا بقى الإغراء للكاهن وللخادم ولكل مسيحي. وأنت في القداس بتصلي، ربنا يقول لك إيه؟ شايف أنبا أنطونيوس، أنبا صمويل، أنبا موسى، ملاك مخائيل، ها يلا كمل عشان تقف معاهم، كمل عشان تدخل في الزفة دي، عشان تبقى واحد منهم. في الهياكل القديمة يرسموا 24 قسيس حوالين العرش الإلهي، في جاردن سيتي عندك الصورة دي، وفي كنائس كتير. ليه؟ عشان كان هو بيصلي يقعد يقول له: يا رب عاوز أقف معاهم، عاوز يبقى له نصيب معاهم. فهو بيحنسه ويقول له: هديك مكان وسط هؤلاء الواقفين، الواقفين حوالين المسيح، الملائكة كلهم وأبرار. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك. يبقى الكلام مش لي أنا ككاهن بس، لا، ده الكلام لكل ولاد العهد الجديد والعز الجديد. اسمعوا الكلام، كلنا هيبقى لنا نصيب مع هؤلاء الواقفين القديسين، لأنهم رجال آية. يعني إيه دي؟ رفقاؤك الجالسون أمامك، يعني في ناس سبقوك يا يهوشع رجال آية، يعني بص عليهم كأمثلة وتشبه بسيرتهم. يعني شايف المسيح مش شايفه كويس، طب ايه رأيك تبص مثلا على مريمينة او في السكة؟ ما هو رجل آية. يعني ايه رجل آية؟ يعني ما هو تمثل بالمسيح في حياته، فلما تحبه وتتعلم منه اديك ماشي صح. لما تبص على اي قديس، دول كلهم رجال آية، فانظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم، يبقى دول امثلة. لاني ها انا ذا، شوفوا بقى الكلمة اللي جاية دي مهم، لأني ها أنا ذا آتي، ده اللي بيتكلم ربنا، بعبدي الغصن. إيه ده بقى؟ فهو ذا الحجر الذي وضعت قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين، ها أنا ذا ناقش نقشه يقول رب الجنود، وأزيل اسم تلك الأرض في يوم واحد. لما بيقول له يلا شهل وامشي في سكتي،
عشان تورث ويبقى لك نصيب مع اللي واقفين في السماء. قال له أصلا أنا عندي خبر حلو، أنا آتي بعبدي الغصن. دول ألقاب للمسيح. اللي يكشف لنا عن كلمة عبدي دي إشعياء كاتب إصحاح كامل عن المسيح العبد. يقوم بولس يشرحها في فيليبي يقول إيه؟ آخذا صورة عبد، عشان نفهمها، لأن إحنا يعني ما بنقدرش نقول المسيح عبد، دي صعبة قوي علينا. مسيح ربنا، أيوه ربنا، بس بسببنا أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس، فأصبح يلقب بالعبد. لكن يتقال عنه كلمة ما تتقالش على أي عبد. فإشعياء 53 يقول مثلا عبدي البار، هذه ما فيش ولا عبد بار، ليس بار، ليس ولا واحد إلا واحد، اللي هو مين؟ العبد البار. هو في عبد بار؟ العبيد كلهم بطلين وإحنا أضرب دي؟ لا معلش، في واحد أخذ صورة عبد وهو ليس عبد فصار عبدا بارا. فيقول عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، يعني مش بس بار، ده اللي يقرب منه يتبرر كمان. ده الكلام عن المسيح. فبيقول له أنا سآتي بعبدي، يعني أنا جاي بابن المسيح له كل المجد متجسدا كعبد عشان يخلص المأمورية ويفدي البشرية. ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن. إيه حكاية الغصن دي؟ عهد قديم وعهد جديد يتكلموا عن حكاية الغصن. فالمسيح برضه عشان يوضح ويشرح وقف مرة وقال إيه؟ أنا هو الكرم الحقيقي وأبي الكرام، كل غصن فيا. يبقى هو إيه؟ هو الغصن الأساسي، هو الأصل، هو الغصن الحقيقي، وإحنا عبارة عن أغصان جواه. الغصن اللي لازق وثابت هيجيب ثمر، الغصن اللي مش ثابت هيتقطع. أما الغصن الحقيقي والأصل فهو المسيح له كل المجد. يبقى عبدي تؤكد تجسده آخذا صورة عبد، والغصن تؤكد ارتباطه بينا كأغصان حية فيه، كلها أسرار عهد جديد. فربنا يقول له يا زكريا أو يا يهوشع الكاهن، ركز معايا، أنا بدعوك لمجد العهد الجديد، لأني هاجي هبعت عبدي الغصن اللي ما فيش زيه. ومش بس عبد وغصن، الاسم الثالث للمسيح في الحتة دي الحجر، ودي بقى مشهورة مش كده، لأن المسيح قالها عن نفسه، قال الحجر الذي رزله البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. ليه؟ لأن هم كانوا لما يجوا يبنوا يلاقوا حجر عريض كده يقولوا لا مش هينفع، يطلع هو ده بالذات اللي يشيل المبنى كله. فالمسيح اللي رفضوه اليهود طلع هو الوحيد مخلص العالم، هو رأس الزاوية، هو أساس الخلاص، هو اللي الكنيسة كلها مبنية عليه. فهو ذا الحجر الذي وضعته، يعني هو ذا الحجر اللي ربنا مختاره تتأسس عليه الكنيسة كلها. قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين، يعني ما هو كلام أصله صعب، عبد وغصن وحجر، إيه يعني؟ ده كلام ما ينطبقش إلا على المسيح له المجد. لما تقلبوها يمين وشمال مش ممكن تنطبق بأي طريقة إلا على إله وإنسان، لأن في سبع أعين دي إشارة دايما للاهوته. ها أنا ذا ناقش نقشه يقول رب الجنود وأزيل اسم تلك الأرض في يوم واحد. يعني إيه؟ يعني أنا هشيل الخطايا كلها بيه في يوم واحد، اللي هو يوم إيه بقى؟ يوم المسيح يتصلب يحمل خطايا العالم كله في اليوم. في ذلك اليوم يقول رب الجنود ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة. علامة الرخاء في البلاد دي أن كل واحد يبقى له كرمته ويبقى له تينته، يعني التينة بتاعته، لأن دي بلاد فلاحين كلها، فوقت الخراب لا بقى فيه كروم ولا بقى فيه تين. لكن لما وقت الخراب، وقت الرخاء بقى، يرجع كل واحد يبقى قاعد كده بيشرب شاي تحت الكرمة بتاعته، ويعدي عليه قريبه ويقول له تفضل تفضل اشرب شاي تحت الكرمة وتحت التينة. يعني ايه؟ رمز للعز. الكرمة دايما رمز للفضائل، والتينة للفضائل والثمر. كلمة الثمر دي كلمة مشهورة في القديم والجديد، مقصود بيها ثمار الروح القدس.
والمحبة تبان ان كل واحد يدعو قريبه، كل واحد يكلم قريبه، يعني ما بقاش الخلاص ليك لوحدك، بقيت تدعي الناس تقول لهم تعالوا تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. لإلهنا المجد الدائم الأبد.